السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للنص الشعري المندرج ضمن الأسبوع الرابع من الوحدة السادسة، مجال الرحلة والأسفار. أن نرجع مرشدي في اللغة العربية للمستوى الثالث. إذا نبدأ على بركة الله، دائما نبدأ بأسئلة ما قبل القراءة. ألاحظ وأتوقع، أذكر ما تعرضه الصورة. إذا تعرض لنا الصورة السندباد البحري. سندباد يستعمل بساطا للطيران، وبرفقته صديقته ياسمينة الطائر المتكلم. إذا تعرض لنا الصورة سندباد يستعمل بساطا للطيران وبرفقته صديقته ياسمينة الطائر المتكلم. سؤال ثاني، ماذا أعرف عن السندباد؟ إذا كل واحد سيخبرنا ماذا يعرف عن السندباد. إذا السندباد قصة مشهورة لبحار عربي يحب المغامرات، حيث كانت تواجهه مخاطر كثيرة وكان يتغلب عليها بفضل ذكائه رفقة طائره المتكلم. إذا السندباد هي قصة مشهورة لبحار عربي يحب المغامرات، حيث كانت تواجهه مخاطر كثيرة وكان يتغلب عليها بفضل ذكائه رفقة طائره المتكلم. إذا السؤال الأخير، أتوقع ما سيتحدث عنه النص انطلاقا من الصورة. إذا انطلاقا من الصورة أتوقع أن يتحدث النص عن مغامرات سندباد. إذا كما كنعرفوا دائما التوقع يكون قبل قراءة النص. إذا نتوقع أن النص يتحدث عن مغامرات سندباد أو عن أحلام سندباد. يمكن لكم تعملوا أي توقع، وعندما نقوم بدراسة النص وقراءته سنتأكد من صحة توقعاتنا أو خطأها. لو كنت سندباد وددت يا أولاد، لو كنت سندباد أحيا كما أشاء، أطوف في البلاد، أطير في الفضاء بمركب الرواد، وأعبر البحار بقارب الأجداد، وأصعد الجبال وأهبط الوهاد، أخفف الأحزان وأشهد الأعياد، وصيتي للناس عيشوا بلا أحقاد، وورثوا السلام والحب للأحفاد. للشاعر إبراهيم عبد الله إبراهيم العلي. إذن نبدأ بالإجابة عن الأسئلة المرافقة لهذا النص الشعري. أضع خطا تحت مرادف كلمة أطوف، أبقى، أذهب، أتجول، أطير، أهبط. إذا ذهبنا إلى النص نجد حسب سياق النص أطوف في البلاد، أطوف في البلاد معنى أتجول، أتجول، أتجول في البلاد. السؤال الثاني، أصل الكلمة بمعناها المناسب. قدمت شهادتي لصالح السائح، بمعنى أشهد أو شهدت أو أشاهده. إذا قدمت شهادتي لصالح الشاهد، أشهد، أشهد لصالح الشاهد. أرى سباق طائرات ممتعا، أشاهد، أشاهد سباق طائرات ممتعا. حضرت حفل زفاف أختي، شهدت، شهدت حفل زفاف أختي. السؤال الثالث، أحيط بخط الكلمة التي لها معنى مختلف في كل قائمة. مركب، قارب، قطار، زورق. إذا المركب والقارب والزورق هذه ثلاثة لها نفس المعنى، وهي وسيلة من وسائل النقل البحرية. القطار هي التي لها معنى مختلف. البحار، الأقلام، الجبال، الوهاد. إذا الكلمة التي لها معنى مختلف هي الأقلام، الأقلام هي التي لها معنى مختلف. أصعد، أرتفع، أعلو، أهبط. إذا أصعد، أرتفع، أعلو نفس المعنى، أهبط هي المعنى المختلف. السؤال الرابع، أملأ شبكة مفردات كلمة السفر. السفر، مركب، أطوف، قارب، تذكرة، قطار، طائرة، ساعة،
سيارة حافلة. إذا هناك عدة كلمات لشبكة كلمة السفر. مسافر إلى غيرها من الكلمات. استعمل ما يأتي في جمل. لو كنت كما وددت السلام. إذا لو كنت فراشة لحمت حول الأزهار. لو كنت فراشة لحمت حول أو نقول أجمل الأزهار. أدرس كما درس أخي. كلمة كما أدرس كما درس أخي. وددت لو قضينا العطلة في الجبل. إذا وددت لو قضينا العطلة في الجبل. يتعاون الجميع لتحقيق السلام. يتعاون الجميع لتحقيق السلام أو السلام عليكم تحية الإسلام. السلام عليكم تحية الإسلام. إذا هذه جمل ركبناها في الكلمات المطلوبة. أضع علامة أمام الأفعال التي لم يقم بها السندباد. أطير، نعم السندباد قام بالطيران. أغامر، لم تذكر في النص. إذا أمام، إذا هنا علامة أمام الأفعال. أشهد، نعم. أطوف أيضا ذكرت في النص. أعبر ذكرت. أصعد ذكرت. أحدد بيتا من القصيدة تتضمن مكان، تضمن مكانين وفعلين متضادين متقابلين. إذا بيت يضم مكانين وفعلين متضادين متقابلين. إذا وأصعد الجبال وأهبط الوهاد. إذا مكانين مختلفين، الجبال الوهاد، وفعلين متضادين يعني هذا ضد هذا. أصعد أهبط. إذا هذا هو البيت الشعري الذي يضم فعلين متضادين متقابلين ومكانين. وأصعد الجبال وأهبط الوهاد. وأصعد الجبال وأهبط الوهاد. أضع علامة، العلامة في أمام ما لم يرجه الشاعر. إذا علامة في أمام ما لم يرجه الشاعر. إذا يعيش كما يريد ويرغب. يوزع ثروته على الفقراء. إذا لم يذكر ذلك، لم يذكر ذلك في النص. يسافر حيث يشاء ذكر. يخفف أحزان الناس، نعم. يبحث عن الكنوز والمجوهرات، لم يذكر. وأن يكون حاضرا في كل الأعياد ذكر. إذا ما لم يرجه الشاعر. إذا انتبهوا مزيان للسؤال، كيوقعوا بعض الأخطاء بالنسبة للسؤال. ما لم يرجه وليس ما رجاه بالنسبة للقصيدة الشعرية. أذكر الوصية التي ختم بها الشاعر قصيدته. وصيتي للناس عيشوا بلا أحقاد وورثوا السلام والحب للأحفاد. إذا الوصية التي ختم بها الشاعر قصيدته هي أن يعيشوا بلا حقد وأن يورثوا للأجيال القادمة السلام والحب. الوصية التي ختم بها الشاعر قصيدته العيش بلا أحقاد ونشر السلام والحب بين الأجيال القادمة. إذا الوصية التي ختم بها الشاعر قصيدته العيش بلا أحقاد ونشر السلام والحب بين الأجيال القادمة. أكمل ملأ الفراغات بما يناسب. إذا وددت يا أصحاب. لو كنت بساط. أطير كما أشاء. أجوب البلاد. إذا وددت يا أصحاب لو كنت بساط. أطير كما أشاء أجوب البلاد. ألخص القصيدة في سطرين. إذا رغبة الشاعر أن يكون مثل سندباد كي يعيش كما يشاء ويطير في الأرجاء وأن ينشر الحب والخير والسلام بين الناس. إذا رغبة الشاعر أن يكون مثل سندباد كي يعيش كما يشاء ويطير في الأرجاء وأن ينشر الحب والخير والسلام بين الناس. أذكر أمنيات أخرى لو كنت سندباد. إذا لو كنت سندباد سأتمنى أن أغوص في أعماق المحيطات وأبحر مع الأسماك. يمكننا نكمله وأبحر مع الأسماك، مع الأسماك. أحلق مع الطيور
أساعد المحتاج. إذا هذه بعض الأمنيات يمكنكم إضافة غيرها. إذا أغوص في أعماق المحيطات وأبحر مع الأسماك، أحلق مع الطيور، أساعد المحتاج. السؤال الأخير، أحدد بيتا أعجبني من القصيدة وأعلل سبب إعجابي به. إذا البيت الذي أعجبني في القصيدة هو البيت الأخير، وورث السلام والحب للأحفاد. وورث السلام والحب للأحفاد. إذا أعجبني هذا البيت لأن الشاعر يوصينا فيه بتوريث الأجيال القادمة الحب والسلام. أعجبني هذا البيت لأن الشاعر يوصينا فيه بتوريث الأجيال القادمة الحب والسلام. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.